يمكن على الشاشة ده تكريم الكابتن الخطيب والمجلس النهاردة لبنات الكرة السلة. الحقيقة بنات السلة برضو حصاد السلة رائع. البنات تمام التمام. الولاد الولاد توقعنا أكثر، خاصة على مستوى قطاع الناشئين، ولكن احنا لسه في بطولة نتمنى أن يحسمها النادي الأهلي بإذن الله. عنده النجوم ده، نجوم الباسكت كانوا بينافسوا نجوم الكرة في التعلق بيهم، عندنا نجوم رائعة يعني. في إصابات مؤثرة لكنها مرحلة وبإذن الله نتجاوزها يعني. البنات السلة كمان إيه، من غير سندريلا كرة السلة ثريا ظروفها الشخصية اللي خلتها تعتذر عن استكمال الموسم، ولكن البطلات كنا عند الموعد. ايوه صحيح. الحقيقة حرص الكابتن الخطيب على انه يكرم كل فرقة. شوف انا هقول لك حاجة بقى، انا ما اعرفش هنلحق نجيب كلمته مع كرة اليد امبارح، بس انا استمعت الى الكلمة ما قدرتش. هنسمعها وقتها. بس البنات في الكرة السلة يعني حفاظ على ليفل مستمرين عليه. لا هم السنه دي مقدمين موسم مبهر. هم كره اليد في البنات، ايه ده الروعه دي بتاعت البنات في كره اليد، والولاد في كره اليد برضه يعني. يعني الحقيقه لا شوف طب نسمع القاعه اللي كانت النهارده، لانه ده من لحظات كان انتهى. نعيشكم شويه في قاعه التكريم. الحقيقة احنا سعداء بيكم النهاردة، واحنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا، وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الاهلي وعن شخصية النادي الاهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءة عالية جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا او انا ان انا قعدت بتفرج يعني عليكم، حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني. كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم، بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من ولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي، فعارف كل لحظة ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي، ويقضيها لإضافة تاريخ ومجد. طالما نقدر نعمل كده، انتوا مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا، وتملكوا إمكانيات كبيرة جدا، والنادي بتاعكم بيملك إمكانيات كبيرة، جهازكم مستوى يعني مستوى الأول الموجود في مصر، وكمان برضه بيملك امكانيات بشريه وامكانيات فكريه غير الامور الفنيه كمان يعني. فاحنا كمنظومه اعتقد ان هي منظومه مؤهله للنجاح، ومؤهله للنجاح الكامل مش مؤهله للنجاح. الحمد لله انا خدت كده من الكابتن خالد العوضي، قلت له اديني بس السنه دي عملنا ايه كويس، فلقيت ان احنا الحمد لله كاس مصر بطولة منطقة القاهرة، اعتقد ان دي تبقى فرق القاهرة بس، كاس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنة كويسة الحمد لله، لكن مش كاملة، وانتوا تقدروا تبقى السنة بالنسبة لكم كاملة. تركيزكم، اصراركم، التزامكم بالامور الفنيه، علاقتكم انتوا ببعض كمجموعه، دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. اذا كان راح في النهايه بطوله انا زعلان عشانكم، لان البطوله دي كانت ممكن تتكتب في التاريخ كل واحده فيكم. الحمد لله سنه طيبه زي ما قلتوا جيده، بس احنا كنا ممكن تبقى جيده تبقى ممتازه يعني. الحمد لله على كل شيء. طب احنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنة اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنة الجديدة؟
لو انتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا. الناس تفهموا الكلام ده كويس. ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده. فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك. وكمان او نوصي او كمان بس نلمس كده، السنه الجايه سنه صعبه. صعبه لان انتوا ابطال. صعب، مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه انه عادي. لكن البطل دايما هو ده الاستمرار كبطل، هو ده الصعوبه. تاني بشكركم جدا لادائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، لاصراركم، لروحكم، لعلاقتكم ببعض. لان انا شايف الاولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجه فنيه، فرحتهم اكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا.